هذا وكان مجلس الأعيان أقر مشروع قانون موازنة الدولة ومشروع قانون الوحدات الحكومية للعام الحالي، وبذلك ينهي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة دورتهما التشريعية. إلى تفاصيل. وأكد التقرير على أهمية قيام الحكومة بعد انتهاء دراسة إنفاق الأسر بتقييم ما إذا كان الدعم المخصص للمواطن يغطي نفقاته الإضافية التي سيتكبدها نتيجة إلغاء الدعم الخبز وإلغاء الإعفاءات من ضريبة المبيعات. وتضمنت التوصيات وضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام بإجراء دراسة لأوجه الهدر والعمل على معالجتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك. ودعت التوصيات إلى تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص. وأوصى تقرير اللجنة بوضع قانون جديد يحدد الحد الأدنى لعلامة التوجيه لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية. واشتملت التوصيات على إجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الاجتماعي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل إلى 63 عاماً وتخفيض معامل المنفعة إلى 2% بدلاً من 5.2%. 4. إعفاء المنتفعين الفقراء من القروض الصغيرة التي حصلوا عليها سابقاً. 5. التأمين الصحي للفئة العمرية فوق 60 سنة وللأطفال تحت سن 6. 6. إبقاء أسعار البيع في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية عند مستويات العام الماضي. 7. تخصيص 171 مليون دينار دعماً مباشراً للمواطنين، وذلك بدلاً عن رفع دعم الخبز وإلغاء الإعفاءات أو التخفيضات في ضريبة المبيعات لبعض السلع. 8. تخصيص مبلغ 100 مليون دينار للمعالجات الطبية. 9. دعم المياه بحدود 200 مليون دينار سنوياً. 10. دعم الأعلاف بقيمة 20 مليون دينار. 11. توفير المخصصات لصندوق الطالب. وبعد دراسة اللجنة لحزمة الأمان الاجتماعي هذه مع الحكومة، تبين للجنة ما يلي: 1. إن صندوق المعونة الوطنية يغطي 93 ألف أسرة من أصل 200 ألف أسرة فقيرة كما تشير الإحصاءات المتوفرة. 2. إن خط الفقر المعتمد هو 68 دينار للشخص الواحد أو 350 دينار للأسرة الواحدة. 3. ضرورة أن تأخذ المشاريع التنموية الجدوى الاجتماعية بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية عند دراستها. 4. ضرورة وضع قانون جديد للعمل الاجتماعي. ودعا التقرير إلى وضع مشروع قانون جديد لهيئة الاعتماد بحيث تصبح هيئة وطنية مهامها اعتماد الجامعات والكليات والمدارس. وانتقد التوصيات التقرير النواب في توصياتهم حول مشروع قانون الموازنة والتي جاء فيها إعفاء الشريحة المستهلكة لأقل من 300 كيلو واط من الزيادة في التعرفة الناتجة عن أسعار المحروقات. وقالت اللجنة في مجلس الأعيان: القرار يبدو في ظاهره كأنه دعم للمواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ولكنه يمكن أن يكون في حقيقته تشوها إضافيا لتعرفة الكهرباء، لأنه يشجع المستهلك على حساب المنتج والذي سيقوم بدوره بنقل زيادة التعرفة إلى سعر منتجاته، مما يؤثر سلبا على المواطنين.